أربعة أيام. أين الجامعة العربية؟ يبدو أن هذا هو واقع الحال في سوريا حتى بعد المبادرة العربية، فلا الشارع تراجع عن سقف مطالبه، ولا النظام السياسي لجم قواه الأمنية. وبين هذا وذاك تسير المبادرة العربية فوق مفازة ربما تقود للمجهول أو حتى إلى كارثة، كما حذر من ذلك نبيل العربي أمين عام الجامعة، الذي لم يخفي قلقه إزاء استمرار العنف رغم ما اتفق عليه من وقفه فورا. المبادرة كانت نصت على وقف العنف وسحب المظاهر المسلحة، إضافة إلى إطلاق المعتقلين، كما أشارت أيضا إلى ضرورة التنفيذ الفوري والكامل لبنود الخطة، لكن من دون آليات فاعلة يبدو أن الحال سيستمر على ما هو عليه. مصادر سورية وعربية تحدثت عن عزم وفد من الجامعة العربية التوجه إلى دمشق بعد عيد الأضحى. تجري المشاورات مع مختلف العواصم العربية حاليا بشأن تشكيله. المعارضة السورية من جانبها، ورغم ترحيب قسم منها بالمبادرة العربية لحقن الدماء، غير أنها لا تزال تشكك في جدية دمشق حيال المبادرة، فيما نعاها قسم آخر. وعلى الأرض، وخلال الأيام الثلاثة التي تلت مباشرة الإعلان عن قبول دمشق بالحل العربي، يبدو واضحا للعيان أن الحال لم يختلف كثيرا. فالخميس شهد سقوط 25 شخصا، ولم تمض ساعات على الموافقة السورية. أما الجمعة، جمعة الله أكبر كما سماها المحتجون، فقد عرفت احتجاجات واسعة تعدت 277 مظاهرة في عدد من مدن وبلدات سوريا. سقط خلالها أيضا 25 شخصا. والسبت لا يبدو المشهد مختلفا كثيرا، خاصة في حمص التي لم تبرحها الآليات العسكرية الثقيلة، ما يفتح الباب واسعا أمام تساؤلات عدة حول التقيد ببنود المبادرة العربية وآلياتها وقدرتها على خفض العنف وإيجاد ضوء في نهاية النفق المظلم. خالد عويس، العربية.